الرحمن الرحيم. ذهبت مؤسسة الحملة الاجتماعية فرع اليوسفية على تنظيم الحملات ديال طبرع بالدم، وهذه هي الحملة 28 لها. هذه الحملة الحمد لله عرفت مشاركة ديال مجموعة من الناس والخيرات ديالهم في إعطاء هذه المادة الحيوية اللي كيتسنى جميع مجموعة من المواطنين في المستشفيات. هذه الحملة تنظمت بشراكة مع مركز تحقق الدم ديال مدينة أسفي، وكنشكروا جميع المتبرعين والمتبرعات اللي ساهموا ودينا بهذه الحياة اللي غنساهموا بها إبقاء الحياة مجموعة من الناس الآخرين. وكنشكروا جريدة 24 على تغطيتها لهذا الحدث، شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم يوسف فخوري مرحب في جميع الجمعية العالمية للهلال الأحمر بمدينة اليوسفية بمكتب الإقليمي بمدينة اليوسفية. احنا كنا كنبغيو نتبرعوا بالدم، مي ما كانش المقر المناسب اللي خاصنا نديروا فيه التبرع بالدم. مي جات المؤسسة ديال الانتماء الاجتماعي دارت هاد الحملة هذه ديال التبرع بالدم، وما كان علينا إلا ننبهوا النداء ديالهم. وجينا احنا مجموعه ديال الاشخاص من الهلال الاحمر ومجموعه من الساكنه ديال مدينه يوسفيه، وكما كتعرفوا ان مدينه يوسفيه مدينه معطاءه اللي بقيتوها كتوقف معكم في الشده. مي حنايا في هذه المرحله هذه انا بالنسبه لي اول مره غادي نتبرع بالدم، وهذه فرصه جميله جدا. كنت كنتخوف المره الاولى الثانيه الثالثه، ولكن من كانت عندنا هنا في المدينه ديالنا قمنا احنا علاش ما نتبرعوش بالدم. والانسان راه اللي ما عاونش اخوه راه كاين شي واحد سبحان الله العظيم كيكون محتاج ولكن خاص اللي يعطي الدم. حنا جينا اليوم اننا نقدموا واحد اليد المساعده ولو بقطره واحده من الدم، لانه الاجر ديالها كبير عند الله سبحانه وتعالى. وكنشكروا الاخ على هذا الروبوتاج اللي دار، وشكرا. انا بدوري كنشكر هاد الجريده منبر 24 على التغطيه ديالها لهذه الحمله اللي مرت الحمد لله في ظروف جد 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 رائعه، وفي ظروف تبارك الله كاين اقبال وظروف جد احترازيه، لاننا في هذه الظرفيه ديال الوباء ديال كورونا كنشوفوا بان تبارك الله الناس راه على وعي وعلى درايه بهذا الوباء، والله يوفقكم لما هو فيه. احنا اليوم كنتواجدوا بمقر جمعيه السلام للانماء والتنميه الاجتماعيه باليوسفيه. هذه الجمعيه اللي نسقنا معها في اطار حمله التبرع بالدم، وهي الحمله على ما اظن 28. علاش جينا احنا اليوم هنايا اليوسفيه ونسقنا مع هذه الجمعيه؟ لان عندنا خصاص في هذه الماده الحيويه اللي هي الدم، عندنا واحد النقص حاد، وهذا الدم هذا راه هو ماده كما اشرت ليه ماده حيويه، وكاينين مرضى اللي هما في حاجه ماسه ليه. ما بين هاد المرضى كاينين الناس اللي كيعانيو القصور الكلوي، كاينين الناس اللي عندهم الفقر الدم الحاد، كاينين العيالات الحوامل اللي كيتعرضوا لعوامل العمليات القيصريه، كاينين الناس اللي هما عندهم سرطانات سواء سرطانات الدم او سرطانات اخرى. احنا جئنا اليوسفيه لان الناس ديال اليوسفيه كنشكرهم من هذا المنبر، هما ناس معطائين. جمعيه السلام تبارك الله عليها ما عندي ما نقول، تنظيم في المحل ديالو تبارك الله كنجيبوا كميات كبيره، وهذا دليل كيف ما قلت ان هاد الناس ديال اليوسفيه هما ناس معطائين ولهم جزيل الشكر نيابه عن الطاقم التمريضي والطبي للمركز الاقليمي لتحقن الدم بمدينه اسفي. فانا كنشد بايدين هذه الجمعيه وكنقول لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من التقدم والرقي ومزيدا من عمل العمل الانساني العمل الخيري، وشكرا. تنحيي مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي على هذه المبادرة القيمة الصراحة، مبادرة مزيانة غتعاون سداد واحد الخصاص اللي مهوي في المادة الحيوية ديال الدم. ومكرهناش مؤسسات كاملين وجمعيات يمشيو في نفس المسار اللي مشات فيه مؤسسة السلام في مدينة اليوسفية، باش كاملين نتعاونوا على هذه المسألة باش تكون هذه المادة الحيوية مرتفع يعني مخزون جيد في الدولة. شكرا. السلام عليكم، احنا الان في جمعية ديال السلام في الحملة ديال التبرع بالدم، وهذه لا دوزيام فوا انني كنجي نتبرع بالدم. وشفت الطلب تاع التبرع في
الجمعية ديجا حنا كنقراو فيها لانفورماتيك ولبينا الطلب ديالها حيت تبرع قدام شي حاجة مزيانة أننا نقدروا نقضوا حياة ديال الإنسان آخر نقدروا نكون واخا كنساهموا بواحد الحاجة بسيطة لأن المغرب في حاجة في هذا الدم ديالنا هو ما غاديش ياخذ منا شي حاجة كثيرة كيتعوض في واحد الساعات قليل اللي ده كنصح أي واحد أنه يجي يتبرع بالدم. لا تنسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.